كل الأمور بتهون مع الوقت. أو ما تقلقش، ده جزء من مصيرك. آسف، كنت بحاول بساعد. عارف، أنا آسفة جدا، مش عارفة هعمل إيه معاه. يا جيف، أنا مشغولة. في إيه؟ هل بدأتي تدوري على مارتن لي؟ قلت لك مش هقدر أدخل في عملية مطاردة بناءً على إحساس سبايدر مان. بس بأكد لك، هو المطلوب. في دليل مادي وبعدها نتكلم. دليل مادي، صح. أهلا، ده أنا. بتفكر في إيه؟ أظن إني فشلت، والولد فقد والده. عارفك كويس وعارفه انك مش هترتاح. طب الشرطه وصلت ليه؟ ما لقيتش دليل يوصلهم لليه؟ دول مش بيدوروا عليه، حتى يوري مش مصدقاني كده. مهمتنا اننا نلاقيه. انا كنت بعمل بحث. روح العنوان ده، مارتن ليه اشترى حته كبيره في مركز اعاده التصنيع السنه اللي فاتت. تفتكري هو مستخبي هناك؟ يمكن. احنا عارفين انه مش في فيت. لو مش موجود في مركز اعاده التصنيع يبقى ممكن تلاقي حاجه تدلك على مكانه. ايوه، رائع يا ام جي. هعرفك اللي وصلت له. حاجه كمان، اتكلمت مع محقق عن استجواب الشياطين اللي اتقبض عليهم، وكلهم بيدعوا ان مارتن ليه على علاقه بناس قالوا عليهم فاسدين. فساد؟ ده معناه ايه؟ بيقولوا نوع من التحكم في العقل.